مساكم الله بالخير والسعادة مشاهدينا، ويا أهلا مرحبا بكم. حلقة في نهاية الأسبوع من برنامج مساء الإمارات. أكيد حلقتنا اليوم متميزة وفيها العديد من المواضيع. مساك الله بالخير. مساء الخير يا عبير. وطبعا في البداية أنا بسألك سؤال، ليش عشان كذا ارتبكت في الموضوع؟ لازم أسألك وخوفك. مرتبك من البداية ليش؟ إيه على طول، لأن السؤال هذا مهم. متى آخر مرة مريتي على خوفك؟ كان بصراحة صار لي فترة ما صرتها، بس إن شاء الله قريب بروح لها، لأن سمعت إن فيها وايد أشياء جديدة ويعني مهتمين في السياحة فيها وايد. هو موضوعنا مختص بهذا الموضوع اليوم، بنتكلم عن أنها فازت خرفكان كأفضل مدينة سياحية عربية 2023. وهذا الموضوع اللي نتكلم عليه، هي مدينة ساحلية جميلة وأيضا فازت بهذا اللقب وتستاهله صراحة. وأنا بالنسبة لي بعد ما سمعت الكلام هذا ممكن أروح. أنا آخر مرة زرتها تقريبا من سنة أو سنتين، ولكن تستحق زيارة، والسياحة الداخلية لازم بعد نشجع. هي متميزة من الصعيد السياحي والتراثي، فيبالنا صراحة زيارة لنا وتستاهل هذا الفوز. طبعا عندنا موضوع ثاني مشاهدينا مهم، بنتكلم اليوم عن اللي بنتحدث عن أهمية الصحة النفسية وطرق الاهتمام بها، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات بإدراج الصحة النفسية على التأمين. شو رأيك بهالقرار؟ والله شوفي، هذا القرار مهم جدا ودفعة جميلة أن الناس تعرف أن هذه الصحة أو نفسها نفس أي طب آخر. صح. يعني بعض الأحيان تشوفين ناس مستحية أن تقول والله أروح أراجع الطبيب نفسي، الموضوع مش مرض. صح. ودائما ما نقرن موضوع الصحة النفسية بالأمراض اللي هي تقول لك أنه والله مجنون أو شيء كذا، هذا أبدا ما لخص. الإنسان يتعب نفسيا عادي جدا. صح. يحتاج أنه يتكلم مع شخص مختص، أحسن ما يأخذ معلومات من شخص ما عنده معلومات، ما عنده علم. طبيعي الإنسان يمر باكتئاب، يمر بضغوطات، فهذا الشيء أساسي، وهذا القرار طلع نتيجة أهمية الصحة النفسية لدى جميع القطاعات، فقرار طبعا جدا موفق. نعم صحيح، وإن شاء الله بالنسبة لنا نحن دائما في مساء الإمارات نسعى إلى توعية الجمهور بأهمية الصحة النفسية، سواء عند الأطفال ولا عند المراهقين أو حتى الكبار. نعم. فالموضوع هذا جدا مهم، والحمد لله أنه أدرج بقائمة التأمين الصحي. نعم. ولكن نتجه من الموضوع هذا إلى موضوع رياضي اللي هو؟ وهو فضائح نجوم الرياضة في الفترة الحالية اللي صارت تزيد وتأثر عليهم على حياتهم المهنية، وهذا الموضوع بعد اتهامات كثيرة لعدد من اللاعبين في كرة القدم، واللي كان آخرهم اللاعب المغربي أشرف حكيمي اللي واجه اتهامات في موضوع يعني فضائح بسيطة. صح. فنتمنى أن الموضوع يكون فقط إشاعات. صح. نتمنى يا شوف الفنانين أو المشاهير بشكل عام. نبدأ البرنامج. تفضلي. شكرا ثامر. طبعا ضروري أن المشاهير والفنانين يحاولون يسوون كنترول على موضوع الأشياء اللي ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون في خصوصية أكيد، حتى أن يتفادون موضوع الفضايح اللي تأثر فيهم نفسيا. نعم، فالموضوع هذا أنا بالنسبة لي أن هم دائما معرضين لهذا الموضوع، معرضين. صح. أن الناس تتهمهم في أشياء. صح. فمن الممكن بسبب شهرتهم، من الممكن. صح. يكون بسبب ضريبة الشهرة. بالضبط. فالمواضيع هاي زادت، ونتكلم اليوم عنها في الترند الدولي، وبيكون عندنا تفاصيل أكثر إن شاء الله. وطبعا البداية وين بتكون؟ من خرفكان أكيد. طبعا البداية مشاهدينا مع خبر إعلان الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن فوز مدينة خرفكان التابعة لإمارة الشارجة بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، وحصول سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على لقب رجل التراث العربي للعام نفسه، لتضيف دولة الإمارات لقبين مهمين على الساحة العربية، وذلك بعد منافسة قوية من عواصم ومدن عربية كبرى وعريقة. يا عبير. صحيح يا تامر، وهذا الفوز صار ووصل لمراسم الإعلان عن المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي، والتي أقيمت الأربعاء الماضي ضمن فعاليات بورصة برلين للسباحة في ألمانيا. طبعا الحديث عن هذا الإنجاز نرحب عبر الهاتف بالدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لخرفكان. يا أهلا ومرحبا بك أخي راشد. حياك الله. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. يا مرحبا والله. حياك الله. يعني في البداية نحن نبارك لكم ونبارك لنا بهذا القرار وبهذا الفوز عفوا، ودائما الإمارات عودتنا على مثل هذه الإنجازات، فنبغي منك تحدثنا أكثر عن أهمية هذا الفوز بالنسبة لكم. الله يبارك فيكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بداية أمسي على السادة المشاهدين وعليكم كذلك. نحن حقيقة في خرفكان لا شك أن سعداء جدا وفخورين جدا بهذا الإنجاز. سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعني زرع، وأهالي خرفكان حقيقة يعني من هذه الزراعة الآن نحن حصدنا ما زرع سمو الشيخ سلطان، حصدنا صراحة هذه الجائزة
مدينة خرفكان الأولى عربيا بالسياحة، فهذا ما حقيقة يعني تحقق لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه. آمين يا رب. نعم. طبعا هذه الجهود اللي نشوفها جهود خدمية وسياحية جعلت من خرفكان أجمل منطقة سياحية، لو تكلمنا عن هذا الموضوع وهذا الجانب بالذات. نعم، أولا كون مدينة خرفكان تعتبر مدينة سياحية وتاريخية وثقافية كذلك، فنحن لو يعني تكلمنا عن السياحة أو ما هي مقومات السياحة في مدينة خرفكان، يعني لو تسمحوا لي أنوه عندما قال سيدي صاحب السمو حاكم الإمارة لبيك خرفكان لبيك خرفكان، استشعرنا أن هناك شيء جميل قادم إن شاء الله لمدينة خرفكان. نعم. فحقيقة تم التحسين وإعادة البناء حقيقة السياحة والأماكن حقيقة الترفيهية في مدينة خرفكان، فهناك مقومات، ومن هذه المقومات نبدأ في حديقة منطقة شيط. نعم. هذه الحديقة صراحة الحديقة الجميلة ذات حقيقة زراعة والورود والأزهار والخدمات الترفيهية وألعاب الأطفال، ثم نعرج على استراحة سد الرفيصة، هذه أيضا الاستراحة حقيقة الجميلة الرائعة التي تجذب الجمهور والتي تجذب كذلك الأطفال، وهناك حقيقة السد مملوء بالمياه. نعم. وهناك قوارب شراعية صراحة موجودة بفضل الله، وهناك عناية كبيرة جدا من بلدية خرفكان بزراعة هذا المكان، وكذلك مجهود المحميات الطبيعية أو هيئة المحميات الطبيعية صراحة بإيجاد يعني أماكن ترفيهية جميلة، وبوجود حقيقة حيوانات أجلكم الله في الجبال، وهي حقيقة، وكذلك يعني قيام هيئة الآثار أو هيئة السياحة الإنماء التجاري والسياحي. نعم. بالعناية بهذا المكان الترفيهي. جميل. ثم هناك أيضا نجد المقفار. نعم. كذلك هذا مكان تاريخي جميل جدا في نفس المنطقة بمنطقة واديشي، وكذلك مدخل خرفكان، هذا يعني هذه النوافير الموجودة، النوافير الأربع الجميلة، المدخل الجميل اللي يستقبل ضيوف مدينة خرفكان. فنحن نعم. جميل جميل جدا. طيب دكتور راشد، يعني أكيد خرفكان هي وجهة سياحية وجذابة تشهد نمو كبير وعناية فائقة وترميم لمعالمها التاريخية وتراثها الأصيل، فكلمنا أهمية الحفاظ على التراث والهوية الثقافية والمعالم السياحية اللي يعني لها دور بارز في خرفكان. هناك حقيقة يعني الأماكن اللي لها دور بارز جدا، هناك شلال خرفكان، هناك السوق القديم، هناك قرية التراث، هناك بعض الأبراج والحصون الذي تم إعادة وترميمها، هناك حقيقة شلال خرفكان، هناك أيضا استراحة السحب، وكذلك كورنيش خرفكان، هذا المكان الرائع، هذه الأماكن صحيح، وكورنيش اللؤلية وزبارة ومنطقة شيط ومنطقة حقيقة النحوة، هذه أماكن سياحية وتراثية جميلة جدا، بالإضافة لين حقيقة كورنيش خرفكان ومياه الزرقاء والرمال الذهبية وما إلى ذلك، هذه طبعا تحملنا نحن المسؤولين في مدينة خرفكان وكذلك الدوائر والمؤسسات ذات الصلة أن نحن نحافظ على هذه المكتسبات، هذا العمل وهذا المجهود الذي بذل، وهذه حقيقة يعني الجائزة التي حصلنا عليها لم تأتي من فراغ، لم تأتي براحة، بل هناك عمل وسهر وجد يعني قام به سيدي صاحب السمو والفريق الذي يعمل معه وحكومة الشارقة بشكل عام. فطبعا المفروض أن احنا نحافظ على هذه المكتسبات ويعني ونحافظ عليها من ناحية النظافة ومن ناحية الترميم ومن ناحية حقيقة الحفاظ عليها من الاندثار والعبث وما إلى ذلك. نعم طبعا تستاهلون يا أهل خرفكان، وأكيد هذه الجهود رأينا فيها الكثير والجمال صراحة في خرفكان مو محدود، عسى الله يوفقكم إن شاء الله، وشكرا لك على تواجدك الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لخرفكان، ونبارك لكم مرة ثانية. شكرا جزيلا، وأبارك أنا لأهلي والمدينة خرفكان جميعا والساكنين والقاطنين فيها، شكرا يستاهلون. جزيلا لكم ولدولة الإمارات العربية المتحدة. يستاهلون طبعا. شكرا. بعد الكلام الجميل عن خرفكان لازم نشوف هذا التقرير عن هذه المدينة الجميلة.
طبعا جمال هذه المدينه صراحه لا يوصف، وانا أكيد. بالنسبه لي توي تذكرت اني انا كنت من حوالي 3 شهور في خرفكان، رحت قلت قبل سنه والله تذكرت اني رايح الحفله في مدرج خرفكان صراحه وانذهلت صراحه من المدرج اول مره يعني كنت ازوره. هي عروس الساحل الشرقي يعني من اجمل الوجهات السياحيه، فنبارك لاهل خرفكان يستاهلون. يستاهلون طبعا. بنروح فاصل وبنتناقش متى نروح على خرفكان ان شاء الله. فاصل نرجع لكم. يا هلا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. وافق مجلس الوزراء على 13 توصية من المجلس الوطني الاتحادي بشأن الصحة النفسية في الدولة، واللي يأتي في مقدمتها تعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين أيضا في مجال الصحة النفسية لجذب القوة العاملة المتخصصة وتحفيزها أيضا. وتضمن التوصيات تقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد يا عبير، وطبعا الصحة النفسية تعد جزءا مهما في تفاصيل حياتنا، فهي تؤثر على الصحة النفسية خلنا نقول وعلى الحياة اليومية للإنسان، وهذا يشمل العلاقات الاجتماعية والصحة الجسدية. خلونا نتعرف على أبرز القواعد الأساسية اللي تؤثر بشكل إيجابي على صحتنا النفسية بالتقرير التالي. تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للإنسان، وهذا يشمل العلاقات الاجتماعية والصحة الجسدية التي تضمن تمتعنا بصحة عقلية مثالية، لأنها تحدد كيف نفكر ونشعر ونتصرف، كما أنها تساعد في تحديد كيفية تعاملنا مع التوتر والتفاعل مع الآخرين واتخاذ القرارات الجيدة. إليكم أبرز الإجراءات الأساسية لبناء نمط حياة جديد وصحي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على صحتنا النفسية، مثل النوم بشكل أفضل. أحد أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها للصحة النفسية هو الحصول على قسط كاف من النوم الجيد، اتباع نظام غذائي متوازن. النظام الغذائي المتوازن يعزز مستوى الطاقة ويساعد الجسم على الشعور بالنشاط. في المقابل يمكن أن يكون لهذا تأثير عميق على الصحة العقلية. ممارسة الرياضة. التمرين مفيد للعقل كما هو مفيد للجسم. يتم إفراز الأندورفين والسيرتونين أثناء القيام بالرياضة، مما يعزز الحالة المزاجية ويساعد أيضاً على تخفيف التوتر. التواصل مع الآخرين. قد يساعدك التحدث إلى الأشخاص التي تثق بهم. ابقى على اتصال دائم بأحبابك وأخبرهم بما تشعر به وشاركهم أي مخاوف تراودك. تجربة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل وتمارين التنفس. زيارة المختصين في مجال الصحة النفسية واستشارتهم يساعد على تعزيز توازن الشخصية. طبعاً للحديث حول أهمية هذا المفهوم وانعكاسه أيضاً على حياتنا، أرحب بضيفتنا بالاستوديو الدكتورة هالة إبراهيم سالم الأبلم، استشارية صحة نفسية وخبيرة أسرية وتربوية. يا أهلاً ومرحبا بك ويانا دكتورة. أهلاً وسهلاً، حياكم الله. إيش حالك؟ عساك بخير. يا رب. يعني بالبداية خلنا نتكلم عن قرار الموافقة على إدراج الصحة النفسية في موضوع التأمين وأساليب العناية أيضاً ضمن الصحة التأمين. هل هذا يعتبر، يعني هذا الموضوع يعتبر في غاية الأهمية؟ طبعا، يعني انا اعتبر ان انا لما قريت اليوم الخبر او من يومين حسيت ان هذا اهم شيء الان، هذا اهم محك في الوقت الحالي. يعني للاسف كنا دائما نسوي التامين على الجسم والامراض وغيرها، حتى يمكن ما يدخل في الجلديه، يدخل في شويه الاسنان. يعني عرفت، بس كان بين قوسين الصحه النفسيه وين؟ ما هي المظلة الرئيسية تحت كل هذا يندرج. يعني أنت تبتدي من الأعلى، بتبتدي من الصحة النفسية، بعدين الأقل تأثر على أضلاع الجسم. لأن الأمراض أنا أشوفها نتي من ضغوطات النفسية أكثر شيء، هو السبب الرئيسي. يعني أغلب الأمراض اللي نحن نسميها الأمراض السيكوسوماتية، الأمراض السيكوسوماتية هي أمراض النفس الجسدية. من وين تطلع؟ تطلع من كثرة الضغوط والتحديات، يوصل لمرحلة معينة ما يتأقلم فيها مع البيئة، ما يتوافق مع البيئة، بالتالي يوصل لوين؟ إنه
جسمه بدي يعبر عن الألم. فبالتالي كيف يعبر عن الألم؟ ما يكون عنده ارتفاع السكر، الضغط، الصداع اللي ما له حل، أغلب الموظفين عندهم صداع، أغلب الموظف عندهم ضغوط، يعني فهالأمور الواحد لازم يأخذها عين الاعتبار. فكان مفقود نقطة إنك وين الصحة النفسية. لاحظي حتى لما صارت وقت كورونا، وقت الحجر، شو صار؟ كان عندنا يعني ما يزيد علو نسبة كل المختصين بالصحة النفسية، علو السقف. كان جدا يعني اهم وضروري جدا في هالفتره يكون في صحه زين. دكتوره يعني شو الاسباب ان خصوصا بعد ازمه كورونا زادت الحالات النفسيه وزادت حالات الاكتئاب؟ لانهم يعني كلهم حطوا الفيروس كانه شيء يعجز الانسان، يعني كانه شيء يا ضرر بيطيح فيهم، اللي بيموت، اللي بينتهي، والله خلاص بنموت كنا، ما منا فايده. ففي ناس نظرت بنظره جدا خوف. هذا ليش؟ من الاساس عنده ضعف. الصحه النفسيه عنده جدا ضعيفه. انا لما اقول الصحه النفسيه يعني هي تعافى، هي جزء يعني شيء من التكامل الجسدي والنفسي والصحي. هذين التكامل مش موجودين. هو مهتم بجسده مش مهتم بعقله، مش مهتم بجسمه. لازم يكون في عمليه حلقة تكاملية بين هذه الثلاثة. إذا صار خلل في واحد منهم يطيح كل الإنسان. نعم. طبعاً حتى في فترة كورونا وإلى الآن في خط ساخن لصحة اللي هو للعلاج النفسي أو للاستشارات النفسية. فهذا الموضوع جداً مهم أن الدولة جالسة تولي اهتمام كثير على هذا الموضوع أنها تعزز الصحة النفسية. لو تقدر تخبرينا عن أبرز الخطوات والمفاهيم اللي تعزز الصحة النفسية وتخلي الإنسان في صحة نفسية مستقرة ومعتدلة. طبعاً إن الدولة حرصت أن تحط خطوات مهمة جداً، عشان نقول لكم ليش انطلقوا، حطوا كوادر خاصة بهالصحة النفسية. علوا الجوانب اللي فيها مبادرات، في وقاية، في أنت كإنسان أهم خطواتك أن أنت تبدأ من الداخل إلى الخارج. صحيح. أنت كإنسان، أنا لما أكون من داخلي حاس بالسلام الداخلي أقدر أتعامل مع كل التحديات التي أمامي. لو أنا عندي خلل داخلي بالتالي أنا ما أقدر أتقبل ما كل من حولي. كل ما أتعافى من جميع الجوانب بالتالي أنا ما أقدر أتماشى مع التحديات. يصير عندي ضعف. أقل شيء يصير يعني أهم شيء أعراض اللي واحد دائما يخاف يقول أوه أنا محتاج، هل أنا عندي صحة نفسية أو لا؟ أن دائما شوفين إنسان مزاجي. يعني طول الوقت متقلب، مرة يعني سعيد جدا، مرة حزين جدا، ما تعرف تكلمه، ما تعرف تتعامل وياه. يجي مرة ثانية يقول لك أنا ما أقدر أرقد، أنا طول الوقت أنا ما أرقد، نومي ضعيف، أحاول أرقد ما أقدر، أنا ممكن أستفز بسرعة، أنا أو يصيح عادي، يصيح بصورة مستمرة. البكاء يعني جزء من أنواع الاكتئاب، يصيح شوية، مرات يكون نوع من أنواع التفريق. بس مو دائما. بس أنا بحددكم ليش أقول هذا مو بصحة نفسية. بعد الناس اللي هي ما عندها علاقات، دائما علاقاتها محدودة، اللي دائما عنده ارتياب من الناس، خوف من الناس، لو تلاحظين في ناس خوف من المستقبل، تلاحظين بعض الناس عندهم كل اللي أنا قلته زين، بس إلى أي مدى؟ هل هو عرض أم مرض؟ نعم. إذا عرض بمعنى أن أنا يينا كلنا مرة خوف، صح؟ صح. يينا مرة كنا نحن متوترين. نعم. نحن عندنا قلق، نحن كلنا بلا استثناء نمر في هذا، مر بس وقت محدد. نعم. يعني بين عرض، نسميه عرض. نعم. يعني بين يعني شهر أو شهرين، لكن ما يزيد عن 3 أشهر أو 6 أشهر هنا يعتبر مرض. صح. نعم. يخلي بال الإنسان أنت لا تعال شوف أنت عندك مؤشر خطر. لازم تأخذ بعين الاعتبار وين الخلل. هل أنت عندك حصانة داخلية؟ الحصانة الداخلية مو بسهل تحصلها. الأمان الداخلي مو بسهل تحصله. لما يصير داخلي خلل يصير صعب جدا أتعامل مع حولي، حتى مع أسرتي، مع عملي، مع مجتمعي. فبالتالي دائما أقول يا جماعة حطوا حصانة نفسية. إن لا في كل الدنيا كلها ما في شيء يظني إلا بإذن الله. الحصانة داخل الإيمان بالخير وشره. لما احنا كنا في ساحة الكورونا كنا خلاص احنا كمسلمين، كدولة الإمارات العربية المتحدة، مجتمع مسلم عقائدي قائم على قيم، كلنا خلاص عندنا هدف انه ما في شيء يصيبنا الا باذن الله. صحيح. فالقيمة كل ما عليتها شيء يصير عندي يقل عندي صح. ايمان قوي، بالتالي يصير عندي انه مهما ياتيني ما بيضرني الا باذن الله. صح. فبالتالي احنا نسميها الذات اللي هي الحصانة الداخلية. طب الحصانة الداخلية من وين تطلع بعد؟ التنشئة الاجتماعية. لما امهاتنا وابائنا ربونا على الصح، لما امهاتنا يكون في علاقة بيننا وبينهم، لما ما يكون في عنف اسري، لما ما يكون في تفكك اسري، هذا ايضا يقلل. كل هذه حصانة. ترابط الاسري يكون قوي. العقل لما نغذيه
العقل لما تزيد بالفكر والعلم والوعي أكيد كله. دكتورة في النهاية يعني كل في آية نقول قل لنصيبنا إلا ما كتب الله, لنا الواحد يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر. نعم. لكن خلينا نتكلم عن موضوع النشاطات المحلية اللي هي تعزز مفهوم الصحة النفسية. إيش كثر هالنشاطات مهمة في أنها تحقق التوازن لدى الأشخاص وأن القطاعات يطبقون هاي الشيء؟ وايد حلو. تلاحظون أنت الشيخ يعني فزاع سوى اللي هي الرياضة الحكومية, لاحظوا في مسابقات دورية على مستوى الحكومة. لاحظوا أن احنا مهتمين بجانب كان أمثال في ماراثون على النساء كلهم يمشون, العالم كلها تمشي. طب ليش هالنشاط؟ الصور ليش؟ عشان ما ينفع أنا أكون عندي العقل وشغال وأنا جسمي تعبان. صح, لازم الرياضة جزء كبير من الصحة. صحيح. يعني الرياضة جسدية, الرياضة العقلية, العلم, كل هالأمور لابد. خلينا ما شاء الله عندنا أنشطة كبيرة جدا على مستوى الدولة. فضروري يعني أن القطاعات تكون عندهم أنشطة أن يسوون نوع كتغيير للموظفين وكسر الروتين حتى أن حتى في أنشطة دورية في القراءة. صح, في أنشطة دورية في الصحة, في ورش وعي كامل في حتى في النفسية. فالحمد لله حكومتنا حريصة جدا على الشيء. أكيد. طبعا نحن الحين بنتكلم في جانب آخر, كيف تساعد خلينا نقول الأسرة والعائلة على أن تعزيز الصحة النفسية وأيضا على متابعة الصحة النفسية لأبنائهم ومساعدتهم على تحقيق الاستقرار النفسي؟ دائما أقول الحوار العائلي. نعم. العلاقة بين الآباء والأبناء, العلاقة هاي لابد تكون 100% سليمة. لما يصير عندي إهمال أو اهتمام زايد يصير عندي خلل في التربية. لما أترك عيالي وما أسأل عنهم, درس ما درس, هو يشتهو ياسي يواظب دروسه, هو ياسي يتعامل مع المعلمينه, هو عنده أي مشاكل في المدرسة, هذا كله وفي فاصل بيننا وبينهم يصير عندنا مشكلة. الأبناء شيبون, هم أمانة عندنا. صحيح. طيب كيف نأدي هالأمانة؟ كيف نتعامل وياها؟ نحرص كل الحرص ان احنا نكون دائما في تحفيزهم ونحتويهم والتواصل والاحتواء, هذا كله لابد يكون دور. لما يصير عندنا خلل في هذا الاحتواء يصير عندنا مشكله. صح, ويلجا الابناء الى طرف اخر وبعدين تزيد المشاكل. تدخل اصدقاء ويدخلون. صح. يدخل احنا وايد اشياء. نعم. مشكله انحرافات سلوكيه. نعم. من سبب شو مشكله؟ ارجع للعائله. بالضبط. ارجع للاسره. الاساس التنشئة. صحيح دكتوره. انزين, لاي درجه تشوفين القرارات هذه اللي طلعت في الفتره الأخيرة تساهم في أهمية ضرورة الصحة النفسية, في أن الواحد ما يخجل أن يتابع عيادة أو دكتور يهتم بالصحة النفسية أكثر؟ القرارات اللي طالع الحين هذه, يعني الحين هم مشكلة الإنسان دائما ينظر إنه هو مريض, إنه بصمة عار, يعني إنه إنه ليش يعني لا أنا ما بطلع لأنه خاف باكر يقول عني أنا مريض نفسي أنا مينون. بس هذه النظرة تغيرت الآن, قلما تحصل هالنوعيه الان. الان كل يسعى, بل بالعكس انا اللي شايفت لنا شيء مو طبيعي, الكل اصبحوا ما شاء الله كوتشات ودكاتره وخبير في نفسي وخبير صحه نفسيه وخبير استشاري, والعالم كله يسعى يعطون اونلاين. ادخل اونلاين, افتح زوم, اعطي استشارات. فاختلط الحابل بالنابل. نعم. فلذلك يعني في عيادات وفي أماكن مختصة ومعروفة. بالضبط. لابد اللي هناك الواحد بيختار يختار صح. مو بعيب إن أنا أضعف, مو بعيب إن أنا أمرض. صحيح. بس العيب أستمر من أو اتجاه غلط أو روح لناس. أكيد. غلط. هذا وايد مهم. صحيح. لازم الواحد يهتم في صحة النفسية. نعم. صراحة, ويشوفها مهمة نفس صحة الجسدية إنه يروح الدكتور. من نفس الشيء للصحة النفسية, ومثل ما قلتي إن هي الأولوية بحكم إنها تأثر على الجسد وتأثر. نعم. على الصحة بشكل عام. لأن في النهاية أنت إنسان ونحن بشر. أكيد. فمو بكل يوم بتكون مستانس وصحتك النفسية. لازم الدنيا مش دائما حلوة. صح. في يوم حلو ويوم مش حلو طبعا. يعني أنا أذكر في حالة يد كانت دائما كل الأمراض الدنيا فيها عايزة ومنها ويسوي لها تحاليل. يسوي تحليل ما أدري شو, قال لي بنت الحلال أنت ما فيك شيء. إحنا نقول لك كل التحاليل, لا أنا مريضة, هي مقتنعة أني مرضى. بعدين لما تتجعل المشكلة عندها تجي أن عندها مشاكل داخل بيئتها. نعم. أسرتها بالتالي مأثر على أسلوبها, هي تبغى تمرض. هاي ما يسمى بالسيكوسوماتيك. فعلا دكتورة. نعم. يعني كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها لنا والنصائح. نتمنى أن الكل يكون بصحة نفسية وبخير وصحة وعافية. نشكر الدكتورة هالة إبراهيم سالم الأبلم, استشارية صحة نفسية وخبيرة أسرية وتربوية. كل الشكر لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. طبعا التوعية في هذا الموضوع جدا مهمة. أكيد. ونحن دائما ما نسعى في قناة الظفرة أن نوعي الجمهور بأهمية الصحة النفسية وأنها نفسها
نفس أي اهتمام أكيد. في تسوي في حياتك فعلا. ما هو مثل ما قالت الدكتورة مش وصمة مش عيب ولا وصمة عار، بالعكس هذا صحة نفسية وتهتم فيها، والإنسان معرض أنه يعيش هذه اللحظات لحظات الضعف، وأيضا يحتاج رأي شخص متعلم وخبير في الموضوع فعلا هذا. مثل ما وصلت الدكتورة أن الواحد ضروري أنه يروح المراكز المختصة المعروفة في الدولة. نتمنى لكم كل الصحة. طبعا مشاهدين احنا مستمرين، بناخذ فاصل قصير وراجعين. راجعين حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا فضائح كثيرة واتهامات بالاغتصاب وتعنيف المرأة لاحقت العديد من نجوم الرياضة في الفقرة الأخيرة الفقرة الأخيرة المهم وتحديدا نجوم كرة القدم. طبعا هذا الأمر لا يؤثر فقط على حياتهم الشخصية ولكن أيضا على مسيرتهم الكروية، ومنذ أيام تم الاستماع إلى أقوال اللاعب أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن كان مكتب المدعي العام في نانتير بضاحية باريس وجه له تهمة الاغتصاب الأسبوع الماضي. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ويا زميلتنا ندى. صحيح بالفعل. طبعا مساء الخير بداية ثامر وزميلتي عبير، مساكم الله بالخير. مثل ما ذكرت رح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. طبعا فتح مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس تحقيقا في قضية تستهدف نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد اتهامات وجهت إليه من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، قالت أنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في فرنسا في 25 فبراير الماضي. القضية ما زالت في أولها بانتظار القرار الأخير فيها، ولكن طبعا حتى ذلك الوقت له يعني قدمت له اتهامات تأثير كبيرة على حكيمي، فلاعبون كثر انتهت حياتهم في الملاعب وخارجها بسبب مثل هذه الفضائح والاتهامات. طبعا في يناير 2022 ألقي القبض على مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مايسون غرينوود البالغ من العمر 21 عاما بعد اتهامه بالإقدام على الاعتداء تسبب بأذى جسدي لصديقته. طبعا ومنذ ذلك الوقت أعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف اللاعب ولم يسمح له بالتدريب مع الفريق، وأعلن الادعاء العام البريطاني الشهر الماضي إسقاط تهمة الاغتصاب عن غرينوود. ومنذ أيام كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يدرس إنهاء عقد اللاعب الإنجليزي بسبب مزاعم أخلاقية واجهها في الفترة الأخيرة. طبعا بداية في هذا العام حكمت محكمة بريطانية بأن مدافع مانشستر سيتي بنجامين مندي غير مذنب في 6 اتهامات تعدي وتهمة اعتداء على امرأة، وقد كانت جرت المحاكمة أغسطس الماضي بعد مزاعم من 13 سيدة ضد بنجامين وشخص آخر، وكانت آخر مباراة خاضها مندي في مانشستر سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس الماضي وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر بينما تم احتجاز اللاعب. طبعا وأيضا يبدو أن المدافع البرازيلي داني ألفيز سيبقى رهن الاحتجاز الاحتياطي بانتظار محاكمته بتهمة التعدي على أحدى الفتيات كونه يشكل خطرا كبيرا حسب ما أعلنت محكمة برشلونة الإقليمية. وألفيز كان قد استبعد من قبل ناديه المكسيكي بعد اعتقاله يناير الماضي. طبعا أنهت الفضائح والاتهامات المختلفة مسيرة لاعبين كثر في عالم كرة القدم وأسقطتهم في هاوية جعلتهم منبوذين في المجتمع ككل بعد أن كانوا نجوما يتابعهم الآلاف بشغف وإعجاب وهم يمارسون لعبتهم المفضلة. طبعا تفاصيل أكثر مع زملائي ثامر وعبير. يعطيك العافية ندى، كفيتي ووفيتي. طبعا للحديث عن هذا الموضوع ويانا عبر تطبيق زوم الإعلامي الرياضي الأستاذ سهيل حويك، مساك الله بالخير أستاذ. مساك الله بالخير. يا هلا وغلا. يا هلا ومرحبا. أنا بتشرف أن كنا معكم، إن شاء الله نقدر نقدم الإضافة. إن شاء الله. أستاذ سهيل، يعني الاتهامات المختلفة للرياضيين ولاعبي كرة القدم، يعني هذه الاتهامات مو بجديدة، هل تشوف أن هذه الاتهامات يعني أو الظاهرة اللي صارت في الفترة الأخيرة هي يعني موضة ولا مجرد ظاهرة؟ كيف تفسر هذا الأمر؟
يعني نحن بالبداية يجب أن نكرر ونقول بأنه لاعب كرة القدم هو بالنهاية شخص إنسان لديه أهواء، يسقط في أمور خلينا نقول إلى يمكن ارتباط بالحياة الشخصية. ونحن تابعنا في الفترة الأخيرة أيضا أحد المطربين العرب الذي تعرض أيضا للموضوع ذاته، ولكن اليوم هناك بحث أعمق من قبل وسائل الإعلام لملاحقة هؤلاء اللاعبين في حال الخطأ. هذا لا يعني بأن النجوم السابقين ما كانوا يقعوا بالغلط، ولكن اليوم الإعلام، الميديا، مواقع التواصل الاجتماعي تبحث عن الحدث، وهكذا أخبار برأيي تجذب خلول الأنظار إليها، تجذب المتابعين إليها. هي ليست موضة، ولكن هناك أضواء مسلطة على هؤلاء النجوم. يعني مثلا نحن نتذكر الفضائح التي لاحقت أحد أبرز اللاعبين في التاريخ، دييغو أرماندو مارادونا. نحن نتذكر أيضا تايجر وودز الذي يعتبر أسطورة الجولف، ولكن في السنوات الماضية قبل هجمة مواقع التواصل الاجتماعي كانت تعرض بشكل يعني نوعا ما مبسط، ولكن اليوم باتت على كل لسان وباتت خلينا نقول في متناول الجميع. برأيي هي ليست موضة، ولكنها تساير مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن. نعم، أنت ذكرت موضوع أن هذه المواضيع كانت خلنا نقول تعرض لها أكبر نجوم. بعض الاتهامات لحقت نجوم كرة القدم بعد تسليط الضوء عليهم بشكل كبير، مثل حكيمي اللي جذب كل الأنظار عليه في مونديال العالم العام الماضي في قطر. هل في رابط بين الاتهامات وشهرة نجوم كرة القدم، خاصة وأن أغلبيتهم يعتبرون نجوم صف أول؟ منها بعد الفترة اللي فاتت بعد بنزيمة من فترة كم سنة كانت عنده قضية أيضا. نعم، يعني اليوم لما نطلع نحن على لاعب مثل أشرف حكيمي، من نذكر شغلة أنه أشرف حكيمي كانت والدته بالمغرب تعمل في تنظيف البيوت. نعم. كان يعاني من فقر كثير كبير، ووالده كان يعمل في الشارع، كان خلول يبيع الخضار في الشوارع، ومن ثم برز نجمه على مستوى الكرة، كان ينشط في إسبانيا. نعم. في الريال، ومن ثم انهالت عليه العروض، وكان دائما مرتبط بصورة الوالدة. يعني حتى في بطولة قطر 2022 كانت والدته ملازمة له، ولكن من سوء الحظ أنه الجميع تفاجأ بأنه إذا حكيمي هيك تصرف كيف بالأحرى ببقية النجوم. حتى هناك الظاهرة البرازيلية رونالدو أيضا كمان تعرض في أحد الأيام لذلك، ولكن عم نشوف أنه هناك بين مزدوجين بعض الفتيات اللواتي يتجهن عنوة إلى هؤلاء النجوم لكي يستحصلوا على أموال. يعني هناك بعض الأمور التي تحصل لجذب هؤلاء النجوم بطرق ملتوية، لأنه هدول النجوم بيخافوا على سمعتهم، على صيتهم، وبالتالي يجري تعويض تلك النسوة بأموال باهظة. فالموضوع صار يتعدى خلينا نقول قصة الخطأ خلينا نقول غير المقصود، ولكن هناك تخطيط. ولكن المشكلة الكبرى هي أنه أنت نجم كبير، أنت مثال أعلى لآلاف اللاعبين الصاعدين، كيف تسمح لنفسك أنه تقترف هكذا خطأ؟ هي هون النقطة، ترتكز النقطة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن تلك النوعية من النساء. لاعب مثل ميسي اليوم من وقت ما بلش مسيرته لم يتعرض لأي مشكلة. ليش؟ لأنه محاط، لأنه متزوج، ولأنه يعي بأنه مثال أعلى. ولكن حكيمي إذا فعلا ثبتت عليه تلك التهمة، وأيضا ألفيش، يعني ألا تعلمون قدر صدمة نفسكم؟ يعني يعني السؤال الذي عم أمتح نفسه أنه أنت لا تخشى الفضيحة. نعم. هذه أنا النقطة، هذه اللي أكتر شيء أفكر فيها، وبالتالي أنا برأيي يجب على كل نادي أن يتعاقد مع طبيب نفسي، لأنه اليوم لما أنت تكون غني في معك أموال طائلة جدا وتقترف هكذا أخطاء، من شأنها أن تضع حدا لمسيرتك المظفرة على مستوى
الكرة هيدي مشكلة كتير كبيرة، وبالتالي أنا برأيي يجب تثبيت أطباء نفسيين للاعبين مهما على شأنهم. نعم، لكن أستاذ سهيل من الممكن إلى الآن لم تثبت أي اتهامات على اللاعبين اللي ذكرناهم، فنقدر الواحد ممكن ينتظر شوي لحد ما تثبت المحاكم صحة هذه المواضيع. ومثل ما تعرف كثير من اللاعبين معرضين لاتهامات باطلة فقط لتحصيل الأموال، فمن الممكن أن الواحد ما يحكم عليهم في الفترة الحالية، لأن أغلبية اللاعبين اللي ذكروا تم تبرئتهم من الموضوع هذا. صحيح. نعم، فمثل ما قلنا تحدثنا عن حكيمي، غرينوود، ميندي وألفيس في استعراضنا، وهناك عدد كبير من اللاعبين اللي تم اتهامهم يمثل مثل هالقضايا طبعا الفترة الماضية، أغلبيتهم تم تبرئتهم من بعض هذه التهم. لأي درجة يحصل هذا الشيء ويؤثر على مستقبلهم الكروي؟ يعني أكيد هذه ممكن في تبرئة، ولكن هل يؤثر في المستقبل؟ يعني مثلا نحن نطلع فيما مضى، في عنا اللاعب البرازيلي الشهير غارينشيا كان مؤهل ليكون حتى أفضل من بيلي، أفضل لاعب بالتاريخ، ولكن توجه إلى خلينا نقول إلى حياة التبذير، اللي فيها مجون، اللي فيها شرب وما إلى ذلك، فحطم خلينا نقول المسيرة الخاصة به. أيضا جورج بيست اللاعب الإيرلندي الشمالي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر يونايتد أيضا. وهناك أيضا غاسكوين، بول غاسكوين الأسطورة الإنجليزية. بالتأكيد كل هؤلاء النجوم، أنا ما أقول ستارز، هذول سوبر ستارز، نعم جرى القضاء على مسيرتهم الاحترافية بفضل، مش بفضل خلينا نقول، بسبب تلك الأخطاء الفردية خلينا نقول. نعم، ولم يكن هناك من يحتضنهم. يعني اليوم بيجي لاعب مثلا من أزقة الأرجنتين، أزقة البرازيل، وتوجه إلى أوروبا حيث الأموال وحيث الأضواء و و و و فهنا برأيي أنا هذه خلينا نقول الفترة الانتقالية من الفقر المدقع في الأزقة البرازيلية إلى الغناء الفاحش، هنا يجب أن يجري العمل على فكر اللاعب وعلى إبقائه خلينا نقول رجليه وثقيه على الأرض. نعم. شكرا لك الإعلامي الرياضي الأستاذ سهيل حويك، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. حبيت أنا نصيحته الأخيرة لما قال أنه حلو لما يكون لدى هاللاعبين شخص مختص يوجههم يعطيهم نصائح. نعم. لأن مثل ما قلت فترة انتقالية. نعم. يعرف كيف يتصرف مع المعجبين، يعرف كيف يتصرف مع المحيطين اللي حوله. نعم. يعرف أن أي شيء هو بيسويه عادي يأثر عليه. صحيح، ممكن ينهي مسيرته بشكل عام. أكيد. هو الفكرة في الموضوع بعض الأحيان من ممكن تكون الاتهامات غير صحيحة، والسبب أنهم يحاولون أنه يحصلون على بعض الأموال من هذه اللاعبين، لكن صراحة يعني خلينا نتكلم، في كثير من اللاعبين اتهموا بهذا الموضوع. أكيد. ولكن يشهد لهم بالأخلاق العالية، في المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فحاليا بنروح فاصل ونرجع ناخذ فاصل. ناخذ مشاهدينا فاصل قصير وراجعين، خليكم يعني. ردنا لكم من جديد مشاهدينا، وطبعا وصلنا الحين لفقرتنا الأسبوعية اللي نتعرف فيها على موهبة صغيرة في عالمنا العربي. واليوم الموهبة اللي معانا متميزة جدا فرغم صغر سنه، ضيفنا شارك بمسابقات في الخليج والعالم وحصل على ألقاب مهمة منها لقب الواعظ الصغير. ما شاء الله عليه، مو بس هالشيء يعني، بعد أنه ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توعوية، إضافة إلى مشاركته في مسابقات الحساب الذهني والألقاب أيضا. احنا بنتعرف أكثر على الموهبة الرائعة اليوم ويانا في الاستوديو منورنا. نرحب بالطفل عبد العزيز حمدان البلوشي. يا أهلا ومرحبا بك عبد العزيز، ونيهاو. مرحبا بك. نيهاو عبد العزيز. نعم. إيش حالك؟ بخير. إيش أخبارك؟ تمام. إذا أنا بقول لك نيهاو شو بترد علي بالصيني؟ نيهاو. عزيز. ها؟ إيه نعم. هي نفس الشيء تقول نفس مرحبا. إيه نفس مرحبا. نعم. عبد العزيز ما شاء الله عليك عندك هوايات وايدة. القاء وحساب ذهني وسباحة، شو أكثر هواية أنت تحبها وقريبة منك؟ الإلقاء. الإلقاء؟ منو؟ كيف تعلمتها؟ كنت ألقي قدام أمي وأبوي وأصور فيديوهات. تحب تكون يوتيوبر مشهور؟ تحب الإلقاء؟ شو تحب تقرأ؟ القصص بعد و
وأدي أشياء ثانية بعد. شو القصص اللي تحب تقراها إذا تتذكر؟ شو الكتب اللي تحب تقراها؟ كتب المدرسة أكيد. طبعاً عبد العزيز أنت شاركت في مسابقة الواعظ الصغير، كيف كانت المشاركة وكيف تدربت وكيف شفتها؟ حلوة عجبتك المسابقة؟ كيف شاركت فيها وكيف تجهزت؟ كنا نحن نتدرب ونعيد التدريبات. نعم. ونعيد ونعيد فنحن حفظناها. نعم. فسويناها هني وكان زين. زين. جميل جدا. نحن بنشوف فيديو عبد العزيز ونبرد نتكلم وياك، أوكي؟ بنشوف عبد الفيديو عنك الحين، أوكي؟ يلا. نيهاو واتيا عبد العزيز حمدان واتي سوى واتي آليان جوران. ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. طبعا انت من وين تعلمت الصيني؟ انا في الروضة تعلمتها وانا الحين لين الحين اتعلمها. ما شاء الله. منو علمك؟ منو خلاك في الروضة ولا في البداية في البيت علموك؟ في الروضة أو شيء. في الروضة؟ زين. أسألك كم كلمة بالصيني؟ علمنا شوي صيني، أنا ما أعرف صراحة. أعطينا كلمات. يلا قلنا شو كلمات اللي حافظنها بالصيني؟ ني هاو وتشاو عبد العزيز حمدان و باسوير. شو يعني؟ يعني أنا اسمي عبد العزيز حمدان، عمري 8 سنوات. والنعم، الله يحفظك طولة العمر إن شاء الله عبد العزيز. اللهم آمين. عبد العزيز أنت حققت المركز الثاني بمسابقة الخليج والمركز الرابع بتايلند، ما شاء الله عليك. والحساب الذهني، حساب الذهني يتطلب شيء ذكاء وصعوبة. تحب الرياضيات أنت؟ هيه. مو صعب عليك؟ مو صعب علي. شو المشاركة؟ كلمنا عن المشاركة هاي اللي صرت وين في تايلند، شو تتذكر؟ أتذكر إن 100 سؤال نحل 100 سؤال في 7 دقائق. ما شاء الله عليك. هو بجدول الضرب ولا في الحسابات يعني تكون جدول ضرب ولا زائد وناقص ولا شو؟ لا الكلهم، الكل ويا بعض. كل ويا بعض. ما شاء الله. انا كنت كسلانه يوم صغيره في الرياضيات عبد العزيز، لازم تعلمني، اوكي؟ لازم تدرسها. طبعا عبد العزيز انت كانت عندك فيديوهات عن التنمر، صح؟ اي. شو كنت تقول فيها؟ يعني دائما كنت تحاول ان تخلي الناس ما يتنمرون على الباقي، صح؟ ما وشوي توعيهم انه ما يصير نسوي الشيء هذا. هي. انت تحب اصدقائك في المدرسه، صح ولا انا غلطان؟ هي. شو اصدقائك شو تسوون في العاده؟ تتدربون على الرياضيات ولا اللغه؟ تتكلمون مع بعض صيني؟ نتدرب. ما شاء الله. تتدربون. جميل. زين شو حاب تكون عبد العزيز؟ شو يبي يسوي يوم يكبر؟ رائد فضاء. رائد فضاء؟ ما شاء الله. ان شاء الله يتحقق حلمك وتستوي احسن واحلى رائد فضاء عبد العزيز. باذن الله. باذن الله. ونحن بنسوي يوم يصير الاطلاق حق عبد العزيز للفضاء نتكلم عنه، اطلاق عبد العزيز حمدان الى الفضاء، ونحن نكون في الاستديو. بنطلع الفيديو ماله يوم كان صغير ويانا واستوى رائد نعم. فضاء. اقول له ماله لا قابلناه صغير. يعطيك العافية عبد العزيز، كل الشكر لك والشكر لوالدتك. طبعا مشاهدينا أكيد نحن من المواهب بنروح للرياضة وتحديدا للعبة البولو اللي تعتبر من أقدم الألعاب الفروسية اللي يتم فيها استخدام كرة مصنوعة من الخشب. بنتعرف أكثر على هاي اللعبة في هذا التقرير ونشوفها وياكم. البولو هي من أقدم الألعاب الفروسية التي تم فيها استخدام كرة مصنوعة من الخشب لتضرب وسط مضرب، وهو عبارة عن عصا طويلة يحملها لاعب البولو اللي يمتطي صهوة الفرس، وحيث تكون المنافسة بين فريقين يتكون كل منهما من 4 لاعبين، ويهدف لاعب البولو لتسديد الكرة نحو المرمى على الأرضية العشبية. وتعود لعبة البولو في أصلها إلى منطقة آسيا الوسطى وتحديدا لمنطقة الحكم الفارسية لفترة ما قبل التاريخ بنحو 6 قرون، وامتدت حتى القرن الأول الميلادي، حيث لم تكن بداياتها على أساس أنها واحدة من ألعاب التسلية، وإنما واحدة من التدريبات العسكرية لوحدة الفرسان في الجيش. يتم لعب رياضة البولو في ملعب عشبي مستطيل الشكل ومحدد المعالم، ويوجد به على نهايات حدوده العرضية مرمى على كل جهة بهدف تصويب الكرة نحو كل منهما وتحقيق الأهداف، مع العلم أن الألوان اللي يتم دهنها للمرمى في العادة تكون الأزرق والأخضر فالأحمر المخطط مع الأبيض، وتساوي مساحة هذا الملعب الكلية مساحة ما يقارب 9 ملاعب كرة قدم مجتمعة، حيث تعتبر هذه الرياضة من الرياضات اللي تولي اهتماماً كبيراً لسلامة ممارسيها والخيول اللي يركبونها، لا سيما وأنها تنطوي على تداخلات واحتكاكات مباشرة
بين اللاعبين وخيولهم. يصل عدد لاعبي فريق البولو الواحد إلى 4 لاعبين على الأقل، وكل منهم مسموح له بأن يلعب لمدة لا تتجاوز 7 دقائق. تبدأ مجريات مباراة البولو عندما يقوم الحكم الميداني برمي الكرة بمنطقة وسطية بين الفريقين، وهي نفس الطريقة اللي يباشر بها اللعب بعد تسجيل أحد الفريقين لهدف في مرمى الفريق المقابل. يستخدم لاعبين رياضة البولو معدات أساسية، وهي الكرة والمضرب والقفازات والحزام والحذاء وواقيات الركبتين للحفاظ على سلامة اللاعبين، واللجام ودرع الحصان للحفاظ على سلامة الفرس والخوذة، حيث أن لاعب البولو معرض دائما للسقوط. والخيول ليست هي الطريقة الوحيدة للعب البولو، فهناك أيضا بولو الجمال وبولو الأفيال، لكن البطولات الرسمية تستخدم الخيول دائما. وعادة ما يطلق على البولو بأنها لعبة الأغنياء، نظرا لأنها تحتاج ملاعب عشبية كبيرة وخيول مدربة وفرسان مدربين على اللعب. طبعا مشاهدينا وصلنا للفقره اللي نحن بنستمع فيها باهم المواهب الغنائيه والاصوات اكيد الحلوه اللي تسلطنا. واليوم ويانا في الاستوديو الفنان بول، واكيد يعني اكد صاحب تجربه فنيه وموسيقيه مختلفه جدا. يا هلا ومرحبا بك بول ويانا في مساء الامارات. مساء الخير امير، مساء الخير. اهلا وسهلا. طبعا نورتنا. اكيد انا دائما اسعد في الموسيقى، تحب الموسيقى جدا، الموسيقى وعقبها الاكل ختامها مسك. بالضبط، هذه الفقره جدا جميله صراحه. الفقرات طبعا بول، انت ما شاء الله عليك بدايه درست عند مهندس في الجامعه، مهندس تليكوم، بعدين قررت انك كنت تغني. ليش انتقلت هذا الانتقال؟ لا التوضيح صغير. اول شيء الفن والموسيقى على انواعه برفقك شو ما تكون عم تعمل بالحياه. نعم. بيبقى بدمك جوا يعني. صحيح. وانا ما زلت مهندس وبشتغل بسكشن معين بالهندسه اللي هي سوفت وير ديفلوبمنت. نعم. الاخبار جميل. والموسيقى دائما ان بارل، في ابس اند داونز، ايام بكون برودكتيف وايام بكون اخذ بريك. وما احترفتها، ما كانت هي مصدر رزقي. عفوا. نعم، يعني على حسب المزاج. حسب المزاج. شوفي، هو بعض الاحيان الفنانين يشتغل حسب الاحساس مش حسب المزاج، فاحساسه الموسيقي والفني يكون عالي، فتلقينا كثير انتاجيته عاليه، فممكن يكتب اغنيتين ثلاثه ويالف 4 5 اغاني. ثامر، الاحساس هو المزاج نفس الشيء. هو المزاج، يمكن الواحد يكون مزاجي تفرق عن انه يكون احساسه عالي، يعني ممكن موقف معين يخليها شو اسمه. فانا اتوقع حاليا احساسك عالي، لازم نسمع منك شيء. اكيد. يلا تفضل. شوف على ذوقك. على ذوقي. على احساسك ومزاجك. في اغنيه غريبين وليل من مسرحيه للاخوين الرحباني. جميل. غريبين وليل بساحة اجتمعوا، صيف وحرب وليل صدفة واجتمعوا، لسألها من وين ولم نتلاقى وين، يمكن حكي والعينين وبالسر توجعوا. غريبين وليل راحوا ما تودعوا، مش وقتك يا هوى ولا ايامك ايام، يا عينين الغرابي تركيني بسلام، مش وقتك يا ولا ايامك ايام، يا عينين الغرابي تركيني بسلام، مش وقتك يا هوى يا لفتات الهوى اللي ما الها دوا، انا والله حرام، انا والله حرام، انا والله حرام، يا سلام. يعني رواق وهدوء، احساس عالي جدا. طبعا الرحابنا معروفين كعلامه فارقه في الفن اللبناني، أكيد. ولكن انت مهندس
بالفن صراحه. ما شاء الله احساسك جدا جميل صراحه. واللي حبيت ان تقول لي ان يعني الموسيقى مش اساس، لكن صراحه انت مفروض تكون اساس صراحه وتهندس الموسيقى. كان عندي محاولات بلبنان وحسيت لما بتصير بزنس وهي اساسا بزنس بتفقد قيمتها الجماليه يعني. بتصير مور فوكست على الكونترايات والبروفات والاحتكار. فجربت عشت 6-7 سنين بلبنان، عملنا باند، غنينا بلبنان وحسيت منا لإلي سبيشلي على از فرونت ستيج يعني. كنت مور فوكس على تأليف كتابه. جميل. درست انتاج موسيقي بعد ما خلصت الجامعه وحسيت حالي بهالسايد من البزنس من الميوزك اذا بدك. جميل. أنت بعد قدمت أغاني كفرز اللي نجحت في الفترة الأخيرة اللي صحيح. هي ثلاث دقات وشو حلو وقصة حب. كيف تختار هالأغاني؟ كيف تيك الأفكار؟ في كذا فاكتور، في كذا يعني أساس. شيء من أساس من نختار. تشوف إذا هي أول شيء ناجحة أساساً. وأكيد في البيرسونال فاكتور إذا بتلمسك، إذا أنت بتحس فيها يعني. في كتير أغاني بتنزل بتبقى ناجحة صح، بس أنت ما بتعني لك شيء ما بتقولها، والعكس صحيح يعني. أوقات أغاني كتير منا ناجحة وبتلمسك صح. نعم صحيح، بتحب وتغنيها بتقولها. وتيبها بطريقتك أكيد. زين، شو رأيك تسمعنا؟ ثلاث دقات هذه أول كفر جربت أعملها. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرحه قاعد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. ولما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب اعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طار قلبي ولا بالخيال؟ عودك ده فيه تقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي جايهون كل اللي فات. شفتك منسجم. لازم كان بيغني وياك بس مسك عمرك. كان المفروض نسوي دويتو مع بعض صراحة. طبعا أنت معروف عنك أنك متأثر بالفنان مروان خوري وزياد برجي، وصراحة حسيت في شوي من إحساس مروان صراحة في أغانيك، وأكيد بالنسبة لنا لك طريقك الخاص، ولكن حلو الواحد أن يتأثر بفنانين مميزين لهم بصمة في الفن صراحة. فشو السبب اللي خلاك تكون تحب هذين الفنانين؟ أول شيء كموسيقى سبيشلي من الجيل الجديد، إذا بتعمل أناليز مزبوطة للموسيقى بتفهم مروان خوري مع حفظ الألقاب يعني، بتفهم زكاة بالتلحين. نعم. بتفهم زكاة زياد، وفي كتير أسامي، في بلال الزين ريسنتلي، في نبيل خوري. كموسيقى بتضطر تسمعهم جد تفهم شو عم بيعملوا باللحن بجملتهم الموسيقية. مروان أكيد يعني كتير متأثر فيه، أكيد معروف له. بتذكر بال2010 I released a single ببيروت. جميل. ولما طلعت على الهواء كان مذيع وقتها دغري قال على الهواء هيدا الشاب مروان خوري. ما بنسى اللحظة، أثرت فيه كتير، وكسرت كمان مور امبرست بمروان يعني. جميل. صرت راقب مروان اكثر، بس ما تبعت فيها حبينا كمان. حبينا نحن كلنا اغنيه مروان كل الأصائد. نعم. انتشرت وايد وفعلا احساسها كان جدا جميل. شو رايك نسمع منك كل الأصائد؟ كل الأصائد الاغنيه اللي انت تكلمت عنها. اللي عندك حافظها ولا كل الأصائد؟ حافظها اكيد، بس والله مره جربت اعزفها. السنجل نسمع. السنجل السنجل وبعدها كل الأصائد. سنجل تبعي؟ ايوه حصريا. لازم حصريا عندنا. حصري حكم سلام قصير. يلا. كل المطار بتذكرك فيكي، حتى الشتي بدموعي ناديكي، انت اللي كنت
عطرك يغمر دربي غامر انت اللي كنت بهالعمر عطرك يغمر دربي غامر كل المطارح بتذكرني فيكي. الحين كل الالحان جميله. انا كتبتها ما بعرف شو كان بني بس كتبتها. يعني انت مش متاكد من الحاله؟ هذا المزاج. المزاج ولا الشعور؟ المزاج عم نحكي. لا بالنسبه للحن جدا جميل صراحه وجديد وغير كذا فرح، وهذا النوع من الاغاني صراحه انا من الناس اللي احبها كثير رغم اني مرات اتجه للحزين مزاجي شوي. طلعت بعد انت ثامر اكيد جدا مزاجي. لكن مثل ما قالت عبير لازم نسمع كل القصايد. كل القصايد نعم. ولا ما راح اعزفها كل القصايد. ها صرت تغني. اللي تبغى خلاص اللي تبغى. كل القصايد من حلا عينيكي من دفا ايديكي كتبتن وقلتن كل القصايد من حلا عينيكي من دفا ايديكي كتبتن وقلتن هودي القصايد مش حكي يا روحي هو بكي القصايد هقولكي كله تاري راري رارارارا مش ما كان منع يعني مش حافظها مزبوط. لا ما شاء الله عليك انت غنيت بعد غنى لعمرو دياب ترى بعده. ايه ما شاء الله انا شايف انه هو انت تقريبا زي مكس عالمي ما شاء الله في العالم غنيت العربي. غنيت لعمرو دياب لكن طريقتك كانت مختلفة. صحيح دائما انا بتكل على الاكوستيك جيتار نعم از مين انسترومنت ومين ثيم بالاغاني تبعي الموضوع نفسه وبحاول دائما احترم السولو قد ما بقدر. نعم. السولو اللي هو الايدنتيتي تبع كل غنيه. نعم. قد ما بقدر. نعم. اوقات تقنيا ما فيك تعمليها على الجيتار. صح يعني. صح. سولو العزف ولا سولو الغناء؟ سولو العزف. نعم ف والحمد لله يعني توفقت فيها. عمرو دياب يا نور العين حبيبي يا نور العين هي اوريدي فايرل اول ما طلع بالتسعينات كان صح راحت فايرل ونجحت نسبيا. يلا نسمعها منك. سمعنا مثلا احنا مستمتعين صراحه. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. سلام يا سلام. طبعا انا لاحظت شغله العرب اللي عندك تختلف عن الفنان الاصلي فانت تروح اللي قدراتك الصوتيه اللي تختلف عن الفنانين الاخرين ولكن لاحظت ان السولو الاغنيه في العزف يكون مع الفنان الاغنيه الاصليه فاهم في المقامات الموسيقيه بعد ترى مش كثير والله عارف عندنا حكم نحن لكن التحكيم وجيزه لكن انا اللي 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 بسمع منك حاليا ان في مزاج حلو انك تقدم لنا اغاني جديده ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. هل ناوي على شيء تأليفا وعزفا؟ ليك لما انتقلت على دبي نعم انشغلت كثير بوظيفتي والعمل وبرودكتيفيتي فنيا خفيت كان عندي نتفة محاولات اي ريليست شويه كفرز بنط العريض عدى الكلام وقفت لانه ما كنت عم بقدر صراحه ليتلي يعني بدأت ترجع بدأت ترد الافكار. انا عندي سؤال الحين انت قلت ان درست موسيقى صح. بعد الجامعه هل دخلت في عالم التوزيع الموسيقي؟ انا درست ميوزك برودكشن كيفيه صناعه الاغنيه نعم ديجيتلي جميل وعملت يعني لايك استوديو خاص فيك خاص زاويه محطه كورنر. صنع موسيقى اخ هذا اجمل شيء من اجمل قصص شكلي بمر عليه هالكورنر الخاص لكل فنان لازم يكون موجود في كل بيت هذا بتقعد الساعه 7 بالليل بتقوم الساعه 4 الصبح بتطلع بتلاقي الساعه 4
بيقطع الوقت. فكل التوزيع ديجيتال يكون معك طبيعي، ولكن يعني احترفت موضوع التوزيع؟ يعني ما احترفته، كان يعني منه بعرف كيف بتصنع أغنية. جميل. وكنت بدي بس ادرسها تقدر ترجم افكاري حتى فوت على الماركت بوقتها وسجل ديموز، ومش الحال. ويمكن بس لاني درست هالموسيقى قدرت اعمل الكفرز واطلع اونلاين. سمعنا شيء قبل لا نختم الفقره، صراحه حابب اني اسمع منك بس زياد. هلا نعم. انا ليتلي يعني معلق على اغنيه زياد برجي. نوجه له تحيه اولا. استاذ زياد برجي يستاهل. بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس؟ بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس. بشوف القمر حدي والهوى عخدي وإيديك المخدي وعينيك بحر وشمس. وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد، وبصير عم برسم معك مواعيد، ويزيد حبك بالقلب بيزيد. وبروح 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 عدني ما فيها سهر، فيها قمر ونجوم، الغيوم فيها بتنمحي الغيوم. بتروح بتروح. شو اسم الأغنية مرة ثانية؟ وبطير. وبطير. وأنا طالعة من الدوام لازم أحط الأغنية. رحت البيت حبيت. بس لا تطيرين في الشارع. شوي شوي سرعة. لا فعلا الأغنية طيرتنا أحساس وكلمات جميلة جدا. هي لأن الفاونديشن تبعها بتجنني. أنا يعجبني الجواب اللي عندك صراحة. شوف القرار جميل جدا ولكن الجواب حنون. تسلم. بشكل جميل طبعا. أنا بالنسبة لي يعني مبهر يعني أبهرتني. منبهر. يعني نعم منبهر جدا. طبعا كنت معانا ضيف جميل ورائع صراحة. شرفني. أتمنى إن شاء الله يكون في أعمال جديدة لك إن شاء الله يا بول واكد. طبعا شكرا لك على تواجدك بول واكد في هذه الفقرة الجميلة، استمتعنا بمعك والله. نتمنى لك كل التوفيق وانت فعلا فنان وتوصل لأعلى المراتب اللي تبغي إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لأعطيتونا الفرصة نطلع معكم اليوم. شكرا. حياك الله تستاهل، وإن شاء الله نشوفك بإذن الله في فقرات أخرى بإذن الله. طبعا وصلنا الفاصل. مستعجل انت؟ انا يمكن بسمع تحت الهواء. ناخذ مشاهدينا فاصل ونرجع لكم. يعني مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية، وأكيد من الموسيقى وجمال الموسيقى وصلنا الحين لفقرتنا اللي نترياها دائما وهي فقرة المطبخ. ونرحب مجددا بزميلتنا ندى وضيفتها الشيف ربا البعريني صاحبة مطعم القرية سناك. حياكم الله. مساء الخير. الله يحييك. والمساحة عندك. الله يحييك. طبعا ردنا لكم مشاهدينا بفقرة المطبخ اليوم. طبعا مثل ما شايفين معايا الشيف ربا، اليوم نحن عندنا أطباق. طبعا رمضان قرب فيالسين نتريا ونشوف شو عندنا أطباق للسحور وغيره، فأتوقع اليوم هو أفضل اختيار. مساك الله بالخير شيف ربا. هلا مسلم. إيش حالك؟ نورتينا. طبعا بداية نبى نستعرض يعني الأطباق اللي موجودة ويانا. نبتدي ممكن شو هذا اسمها؟ فطاير. 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 قلبة محشي جبني على وشها صوص البيتزا والبيبروني والجبنة الموتزاريلا. نفس الشيء الزعتر، قلبة محشي جبني على وشها الزعتر. اوكي، بدايه انتم شكل الفطيره عندكم مختلف صحيح؟ يعني وعندكم اكثر من نوع. اكثر من نوع اكيد. نحن كثير عندنا انواع فطاير. عندنا السمبوسه المقليه وعندنا الفطاير المشويه بالفرن. نعم. شيء محشي جبني، عندنا فطاير محشي لحمي. صحيح. طبعا شوفوا الفطاير في رمضان اهم شيء. يعني من افضل الاطباق ضروري تكون موجوده على كل طاوله، فهذه الفطاير اللي موجوده مثل ما قلتي اللحمه وسبانخ. الكشك كمطعم لبناني نحن مشهورين بالكشك كثير. عندنا اللي هي هذه صحيح.
حلو. البعلبكية اللي هي محشية لحمة، الشيمية اللي هي محشية بقدونس وجبنة هذه، وعندنا الكعكة العصرونية اللي مشهورة فيها كثير لبنان اللي هي كعكة أبو عرب اللي نحن بنحشيها جبنة. لحظة، هذه شو قلتي؟ هذه حلاوي، حلاوة الطحينية مع دبس التمر. هذه حلوة، هي بالها شاي صحيح؟ أكيد، أو مع كوفي يعني تحليب يعني الأكل. تصير ريوق وتصير سحور وتصير فطور. صحيح. هو الجميل بالمطبخ اليوم إنه سناكس، فتقدر يعني في أي وقت يعني تأخذ من هذه الوجبات. أكيد أكيد، حلو. موجود بكل الأوقات. عندنا مثلا هذه محشية شوكولات مع تشيز موزاريلا. حلو. وعندنا بالنسبة كمان المقبلات البيردي اللي هي حمص، متبل باذنجان، الفتي، عندنا التبولي، في فتوش كمان، في عندنا مقبلات سخنه اللي هي كمان سمبوسة على انواعها، في كمان عندنا الفلافل، في الكبه المقليه. يعني واسع مطبخ اللبناني، واسع، وعندنا تشكيلات اكثر، بس ما قدرنا جبنا الا هذول هالحاليا. يعطيكم العافيه. اكيد طبعا هذه الوجبات رغم انها احنا نقدر نعتبرها وجبات خفيفه، ولكن مثل ما قلنا انها نقدر ناخذها في اي وقت خلال اليوم. شو اكثر شيء في المطعم يطلبوه عندكم؟ انا حاسه الكعك هذا مميز عندكم، هو بيجي معه مثلا عسل وقشطه ولا كيف؟ حسب طلب الزبون اكيد. بيجي عسل وقشطه، جبنه، جبنه كرافت، جبنه بيكون، كمان في ناس زبونات كثير بتطلبها. حلو. بتجي مع سماق، نحن مشهورين فيها انه بناكلها مع سماق، او مع جبنه حلومي يعني. هيك اشياء، زعتر، جبنه منقيش، زعتر عسل ونتيلا. لا اكيد 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 بتمشي مع نتيلا. جميل. منقيش الزعتر، الجبنه، منقوشة اللحمه، اللحمه بعجين كمان كثير مطلوبه كثير عندنا. هيك شو عندكم بعد؟ مثلا انا شفت السويت الموجود عندنا، عندكم يعني سويت غير هذا اللي موجود؟ حلو. في الرز بحليب، في المهلبيه، مهلبي مع مثلا فواكه، مانجو، فريز، ليمون، حسب طلب الزبون. زين شيف ربا، انا ابى اسالك سؤال. فضل. يعني اسم المطعم قريه سناك. قريه سناك من وين يبتي هذا الاسم وليش اخترتي هذا الاسم؟ كأنا لبنانيه وبنت قريه، اخترت نفس الاسم القريه له للمطعم. جميل. طبعا ياسين نشوف هني بالصوره ان في عندكم الكبه النيه موجوده عندكم في المطعم. موجوده صحيح، موجوده على الطلب اكثر شيء، لانه ما بنستر على الطلب. بنخاف انه تكون موجودة كل الوقت على الطلب، أكثر شيء على الطلب، لأنه زين شو اللي يميزها عندكم بالضبط الكبة النية؟ الكبة النية هي أكلة لبنانية شعبية تراثية، هي هذا اللي بيميزها عنا. جميل. كالسودة النية، الكبة النية. زين هو اللي مبين هني بالصورة أنه في كذا نوع، يعني في فرق من بينهم؟ أكيد. في الكبة النية مع بتجي مع برغل، في الملسي بس لحمة مع بهارات وبصل. عندك السوداء اللي هي كبدة الخروف، عندك اللية اللي هي شحمة الخروف، وعندك الكفتة. جميل. كفتة المطحونة مع متبلي بالبهارات والبصل. شوفي صراحة شيف أنا ولا مرة جربتهم، بس يمكن يعني أول تجربة تكون وياكم. إن شاء الله، يا أهلا وسهلا فيكم. جميل. بعدين كمان بعد في شغلة يالسين نشوفها حالين، شو هذه؟ هي رأس الخروف النيفة. هذا يكون محشي بالعيش صحيح؟ لا، هي ما بتكون محشي، هي بنسلقها راس الخروف بعد ما بيتنظف وبنشيل منه الشعر عند القصاب، بنجيبها نحن بننظفها منيح وبنغسلها منيح من الدم وهيك، بعدين بنسلقها. هذه بعد على الطلب، لانه اتوقع بعد أكيد يعني اكيد على الطلب، ما تكون موجوده دائما على الطلب. قبل بيوم يومين بيطلبها الزبون ونحن بنحضرها على الوقت اللي بده اياها. جميل. بتفوت على الفرن، بتنشوى وبتتقدم مع المقبلات اللي موجوده معها. يعني اي شيء يبون الثقيل موجود ولا تبقى الخفيف بعد الاكل موجود. طبعا شكرا جزيلا الشيف ربا، كنت ويانا من مطعم قريه سناك. طبعا مثل ما قلنا حق رمضان هذه الفطاير هي اهم شيء مع عصره ليمون. اكيد. شو رايك ثامر؟ يعطيك العافيه. جعت. الله يعافيك ثامر، يبلع ريجه يبغى ياكل. انا بتسحر من الحين لين رمضان. ولا انا انت متى نختم عشان اجي على طول؟ انزين. شكرا لك، شكرا لك، وشكرا للضيفه ربا البعريني، يعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا تريونا، ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين باذن الله. فداعة الله. فداعة الله، ونشوفكم على خير باذن الله.